وفي كلية تيري سانتا للآباء الفرنسيسكان بعمان، وتزامناً مع مرور 75 عاماً على إنشاء الكلية، ترأس المطران جمال دعيبس قداساً احتفالياً بمناسبة عيد القديس فرنسيس الأسيزي الذي يصادف في الرابع من شهر تشرين أول من كل عام. شارك في القداس عدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وطلاب الكلية وجمع كبير من المؤمنين، ورفعوا جميعاً الصلاة من أجل الكلية وخدامها من الرهبان والعلمانيين. وفي عدة القداس هنأ سيادته رهبان الفرنسيسكان بعيدهم السنوي، كما تحدث عن شخصية القديس الأسيزي الذي قضى حياته زاهداً متخلياً عن المال والحياة الدنيوية. هنالك صلوات القديس فرنسيس عن الطبيعة وكيف ليس البشر فقط يسبحون الله، ولكن الطبيعة تسبحه أيضاً. لك التسابيح والمجد والإكرام من كلماته، كن مسبحاً يا سيدي مع كل خلائقك، خاصة مع أختنا الشمس التي هي النهار وهي مشتعلة، كن مسبحاً لأخينا القمر، كن مسبحاً لأختنا الريح والهواء والسحب، وهذه الصلاة الجميلة جداً الذي يسبح فيها الله من خلال الطبيعة. قلنا نظرته إلى الأشخاص، نظرته إلى الأحداث، نظرته إلى الأشياء كانت تعكس نظرة المسيح، لأنه كان بصفاء قلبه وبتواضعه وبوداعته يعكس صورة المسيح دائماً، حتى في موضوع الألم وموضوع الموت كان ينظر إليها بطريقة مميزة. أيضاً في صلاته يقول: كن مسبحاً يا سيدي للذين من أجل حبك يغفرون ويحتملون المرض والشدة، طوبى للذين يتحملونها بسلام لأنها منك أيها العلي سيكللون. كن مسبحاً يا سيدي لأخينا موتنا الجسدي الذي لا يقدر إنسان حي أن يفلت منه، الطوبى للذين في إرادتك القدوس عند الموت يوجدون لأن الموت الثاني لن يلحق بهم شراً. سبحوا ربي وباركوه واشكروه واعبدوه بمنتهى الاتضاع. وفي الختام شكر الأب رشيد مستريحي المطران دعيبس على ترأسه القداس، كما شكر كورال الطلبة وجموع الحاضرين على المشاركة بهذه المناسبة. اليوم بنحتفل في الكلية في تيرا سانتا مثل كل سنة في عيد القديس فرنسيس الأسيزي مؤسس الرهبني، هو عيد لنا الرهبان وعيد كل أسرة الكلية، طلاب، معلمين، إداريين، معلمات وأولياء أمور. احتفالنا هالسنة بيتميز في أنه نحن بنحتفل أيضاً في مرور 75 سنة لرسالة تيرا سانتا كمدرسة، كمؤسسة تعليمية وتربوية في عمان. صلينا، احتفلنا، طلبنا شفاعة هالقديس العظيم يغمرنا نحن وكل أسرة الكلية في النعم والبركات اللي نحن بحاجة لها حتى نخدم الطلاب بأفضل شكل ونوصلهم دائماً لتحقيق أهدافهم، أنه يكونوا أشخاص ناجحين، متفوقين، مبدعين، وآملين أنه ساهمنا في تربيتهم الإنسانية والروحية بشكل كامل. كل عام وأنتم بألف خير جميعاً.